اللي في الصور دي بنستعرض فيها رد فعل رونالدو بعد ما فوجئ من رد فعل جماهير اليوفي بعد إحرازه المقصية اللي سجل بها الهدف الثاني في مرمى يوفنتوس في دور ربع النهائي في بطولة أوروبا. حقيقة هو ما صدقش نفسه خالص، فوجئ إن جماهير بتسقف، بص لهم قال لهم متشكر لكم على التحية وبعتذر لكم عن إني هخرجكم بدري من البطولة. هي دي أخلاق الفرسان، هي دي الأخلاق العالية اللي نتمنى إنها تسود في لعب كرة القدم. وحقيقي الكرة المقصية يتحدث عنها العالم. تحياتنا ليك يا رونالدو.